المفوضة يقولون نثبت لله أسماء وصفات لكن لا تعرف معناها. ولذا يقول أهل السنة والجماعة هؤلاء المفوضة أشر من الطوائف الأخرى في هذا الباب. لما؟ لأن الإنسان إذا سمع قال هؤلاء على خير يثبتون، لكنهم في حقيقة أمرهم نسبوا الجهل للأنبياء ونسبوا الجهل للصحابة وللأمة كلها، لأن هؤلاء يقرؤون القرآن ولا يفهمون معانيه. وهذا يخالف قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ومن أعظم آياته آيات الأسماء والصفات. والله لو أن الإنسان أدرك متأملا متدبرا أسماء الله وصفاته لارتقى مع الإيمان إلى درجات لا توصف، ليست هينة. شر في شر. الجهمية تلقت من الفلاسفة وهم تلقوا منها أيضا، ولذا قالوا وهم في معتقدهم خاطوا هذه المعتقدات المذكورة سابقا، قالوا لا بعث لا جنة لا نار لا صلاة لا زكاة لا صوم، وإنما هذه أشياء كذبت الرسل عليهم الصلاة والسلام على العوام من أجل أن يسيروهم على الطريق الصحيح وهم الباطنية. فهناك باطن وهناك ظاهر. ولو عدنا لما قيل إن الروافض أشد الفرق، لأن الباطنية ما أتت إلا من الروافض، الباطنية ما أتت إلا من الروافض،